Good morning, everybody. صباح الخير. ها بنجلا, how are you? Good. الحمد لله. ها studio. شباب ما شاء الله. ما شاء الله عليك. تشوف الطباخ قابض ساعتين وثلاث في الخدمة, عرف إن هذا رقم واحد, عرف إن هذا رقم واحد مرة. يا سلام يا سلام يا سلام يا حبيب, ما شاء الله عليك. هذا أول قرصة. شوف الطاوة يوم هي مستعملة من زمان يعني خطف عليها وقت. القرص الأولي ما يختلف, ما تخترب القرص, ما يخترب لا الأولي ولا الثاني. سب شون التاوة خذت وعطف على الضوء على العين وراعي المطبخ يعرف, باخ يكون يعرف أن الخبزة ما بتخترب. الذكاء ما أخذ معطي على بسم الله الرحمن الرحيم. تمشي روحها العينة, تمشي روحها على المخبز. أعشق الصوت هذا أنا, أخص عاد حين تشل العينة حط أبوي شويونة ريحة دهينة ومشاوى تازم الريح تعطعط توي فوق ال وين يصبون العينة من تبرد من تحر يعني زيادة شوي. شافوا القرص الحقها ثموا يوم بالطابه شوي مني ومنك مني ومنك ليه شوي يبرد من الشو ردوا على الضوء بدها النمونه بسرعه يمضي القرص تاخذ وتعطي الضوء العين. هذا حين طلعت عمارتهم المربع هذا. يا شامبي يا شامبي يا جود مورنينج, صباح الخير. كل شيء زين؟ رقم واحد ولا رقم اثنين؟ زراعة زين؟ كله زين. بارك الله فيك. أنت رقم واحد كله رقم واحد. ما شاء الله عليك. أرب الله بلسانين هذا. أنا شاي هذي بس مشكلة شاي شربه. زين. جاب ما شربه. ليش؟ خيبة. بالدي حليب. عاد هذا أول ماية. ما يعرف فقير يسوي أي شيء, والحمد لله الحمد لله اللي معلمينه الأستاذية اللي علموه هذا الأستاذ, هذا كبيرهم علمهم السحر, هذا هو الأستاذ اللي علمهم كلهم اللي علموه. حين ما كانوا يخبزون قرصين على التاوة هذه على الطابة هذا قرصين ما يخدمون المرضف, يخدمون قرص واحد. هو ما شاء الله عليه اثنين لو عد في أكبر عنها بعد هاي التاوة نحن عندنا, لو يخدم ثلاثة بيغادي بعد ما شاء الله عليه شاطحة بريح الحمد لله. كان أبطأ عاد هاي يتعلم أبطأ حوالي سنة ونص حين يكمل كل تعليم سنة ونص. شيء طبيعي اللي نحط ما يحط عليه دهن الوادي, يحطون عليه طالعة عمرتهم زيت نباتي, لا بد من زيت النباتي على المربى حقي غادي فنان غادي تعرف. القرص هذا قلت لكم الرقاقنا هذا هو اللي هو بديل اللبناني, بديل اللبناني ها يغطونه ويغطسوه ابدا يلين القرص, لكن ما شايف العين بس ملحه والعين تكون لينه ويكون الضوء حاميه, الضوء حاميه تصير بس يحمر جلبوه قشوه من على المخبز قشوه بس خلاص ناضف. ايش قال يتنفخ غير مفرفخ ناضي
بترضف ها. هذه فنان وريت خنينة. اللي شرات الكورة. النكل حد أكل بعسل حد بسكر حد بلبس حد بيا جبن يعني كذا نوع. ان شاء الله روح روح. يا ربي ما خلنا لا ريحة الخبز ما فيه مخمر وهذه الريحة اللي تحرق العين. لا حطوا له مخمر شيء بسيط ريحة. كل ما كان الخميرة أقل كل ما زان القرص كل ما استوى أطيب. سلام ما شاء الله عليك بس حمد وين هو ظهر ما شاء الله. اقول عن شيء طاري التعليم منو يغدي اشطر عن الثاني. علمته الرماية فلما اشتد ساعده رماني. علمته الرماية فلما اشتد ساعده رماني. هذا شيء عصابة تدون الأول قطاع طرق وما أدري شو يستوي في البلدان وشيء يسرق وشيء حرامي وشيء يبيعون الوادم وشيء 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 شيء وصف ينضرب به الوصوف يعني شيء مثل يتواصفون به شيء قصة. هب قصة شيء الأول يوم يشوفون واحد يعني حريف في الشو ما في بياض ويه في السرقة يوم يقولون هذا فلان يعني من الفريج الفلاني أو من البقعة الفلانية أو من البلاد الفلانية عزموا يتواصفوا به هاي ها هذا أبوي ما حدا شد عنه هذا لص بصرة لص شو ما يقولون لص بس لا لص بصرة. شو السبب لص بصرة؟ هاي لها قصة. لص بصرة لها قصة وينضرب هالوصوف عند هالبيوت كلها كل الناس كل بيت يعرف هالوصف وهالمثل. يقولون عنبو يوم يشوفون سرقة تكررت ولا عرفوا ما حد رام يزخ الحرامي هذا اللص قالوا عنبوك لص بصرة. إيه لص بصرة حين نحب نخبركم عن قصة لص بصرة. أولا سامحوني التأخير يو ضيوف عندي وانشغلت يعني كانت عندي شيء شغيلات وحين رمت أيلس حتى صلاح الحين موجود ولا بروم أرمس وياه قبل ما أخلص قصة اللي هي لص بصرة. هذا وصف يتواصفون به يوم يضربون الوصوف ويضربون الأمثال في شخصية يكون يعني اختصاص حريف. هذا لص بصرة طالت عماركم انطلق الكلام هذا وانضرب الوصف في العراق في البصرة. مثل ما تعرفون هبل البصرة والعراق العراق وغير العراق كل البلدان الأول فيها سرقة وفيها لوتية وفيها كلكتية وفيها كل شيء ما شيء بلا تخلو من الحرامي ومن النصاب ومن الزين ومن الشيء من كل فصائل وأصناف مختلفة من لوادم أنواع يعني شرائح المجتمع فيها العدل وفيها الماية. فلذلك كان في الوقت اللي خطف شيء يسرقه في كل بلاد شيء يسرقه وشيء حرامي وشيء لوتي وشيء زين وشيء شيء في كل بلاد ها مستوى الدنيا. لكن طالت عماركم الاختصاص والحريف هذا عاد اللي ما فوق اللي يسكت الماشي يوجف الماشي ويسكت اللي مرة ما حدا شد عنه في الرمسة هذا يسكت يوم يسمع الوصف هذا. فلذلك طالت عماركم في الوقت اللي خطف كانت عصابات توجد وتوجد مجموعات كبيرة لكن يوجد فيهم عصابة ما حد أسوى عنها في الوقت اللي خطأ هذا بالعهد اللي أول ما استوت الدنيا يعني. فكان شيء الأول عصابة طالت أعماركم الأول يمتهنون السرقة
يمتهنون السرقة ويوجد توجد عصابة ما شيء يشد عنها، يكون هاي قائدها عظيم. فمثل ما قلت لكم فهذا وصف يتواصفه به، يقولون فيلم كثر ما هو حرامي حرامي، هذا في كل بلاد الحرامية موجودة، غير الواحد يوم يشوفونه مميز ينطلق عليه في أي بلاد كان. الاصبصرة هذا الاصبصرة اللي ما حد رام عليه. فلذلك طالت عماركم في الوقت اللي اختطف، مثل ما قلنا لكم توجد عصابات مثل ما هي موجودة في كل البلاد. العصابة هذه احتراف سرقة والنهب ويأخذ مال اللوادم، يعفدون يأخذون الحلال ولا يأخذون دبش ولا يسرقون مجوهرات، المهم السرقة، قطاع طرق، أي قافلة جاي داهموها، تعرفون روحكم، هذا كلام معروف عنه. لكن واحدة من العصابات هذه ما حد أسوى عنها ونضربها لوصوف، هاي العصابة كانت موجودة في البصرة، ومن كثر ما هي قوية هاي عصابة مترابطة كاملة مجموعة لها رئيس، والرئيس هذا يكون هو رئيس الرابطة، مثل بابا علي بابا والأربعين حرامي وما أدري منه والستين لوتي، المهم من هالنمون. خطف الزمان ويا الزمان على هذا الزعيم، الزعيم هذا طالت عماركم له نائب وله حرامية وله رب عليه ويا، المهم عصابة كبيرة يجتمعون يجسمون الغلة على ما قالوا ولا ليصروا الغنائم ويتجاسمون بعض ما بعض، هذا القلاطة هذا القلاطة ونص هذا القلاطتين هذا مجدم، يعني مثل ما هو في البواخر وفي الحلال يوجد بعد في ترتيب بالسرقات والأشياء اللي دخلها حرام. فالرئيس هذا طالت عماركم له مميزات انه يعني له راتب والعيال مكانه وله نائب وله بروتوكول خاص عند الحرامية، ما يعرف البروتوكولات هاي إلا زعماء العصابات. المهم هذا عاد من المعروف أن من يتوفى زعيم العصابة اللي يدور خلف مكانه النائب ماله اللي خلف عنه، هو لازم يكدون على عائلة الرئيس العصابة الأولي الزعيم هذا المؤسس، ومن عقبه بعد شيء مؤسس ومن عقبه شيء مؤسس، كل من صار حرامي ويا حرامي، لكن الحرامي اللي عقبه الرئيس اللي ياخذ الرئاسه هو اللي يكدون يصرفون على العائله هذه، لانها خلاص المعيل الرسمي الاول اللي هو رئيس العصابه ومات هذا، وكثير ما يموتون رؤساء العصابات لان اغتيالات وقتل ومقاتل ودفاع طالت عماركم عن النفس، المهم اكثر دوم يستوي الموت. المهم مات هذا واحد من أفراد العصابة، مات وخلف حرمة وليد عمره 15 سنة، تعبلوا منهم من عقب ما نصبوا رئيس العصابة الثاني، تعبلوا منهم، لكن تفككت العصابة، تفككت فأزمة مجموعات، استوت الانشقاقات، كل 10 روحهم وكل 10 روحهم وكل تفكك، إلا اليوم زخوا هذا وباكر زخوا هذا، انتهت العصابات كلها. تم النائب الأولي، سارت الحرمة هاي، حرمة خلفت زعيم العصابة الأصلي، سارت حق رئيس العصابة اللي خلاص تم بلي عصابة، يوجد رئيس لكن مثل وزير بلا وزارة. المهم ما أدري هالتشبيه صح ولا غلط، الله أعلم، أتوقع أنه صح. حددت الحاية، خلفت منه رئيس العصابة الأولي، ما عندهم شيء يأكلوا، الأول هاي ترى شبع على شيء شبع عليه، واللي شابه له ترى ما بمسروق، اللي ما يشابه له مسروق، واللي شابه له ترى ما بمسروق. هي فالعيال حرامية والابهات حرامية واليهود حرامية والطائفة كلها حرامية بحرامية، فهاي اللي شابهون هاي اليتم وعاشوا وقتاتوا على السرقة وأكل الحرام. فنشت سارت حق الرئيس العصابة الأولي اللي قلت لكم مثل وزير بلا وزارة، قالت الحين رأس مالي أنا هالوليد عمره 15 وما عدنا لا ناكل ولا عدنا نشرب ولا عدنا شيء يسد بيوتنا، وحين شو الحل؟ هذا ولدي وحينه ولا يعرف يسرق ولا شيء، أباك تعلم السرقة. قال حين العصابة تفككت ولا شيء زعيم ولا شيء عصابة، لكن إن شاء الله اليوم عقب المغرب كان رأس ماج هالولي تبين تعلمين السرقة، فارف طيب أنا اليوم بيجيب أتصير علمه. يوم عدى بين صلاة المغرب والعشاء ياهم زعيم العصابة الأولي شاف الوليد زوين ريال، قال له انت الحين تبى تسرق لازم تتعلم مثل ما انا اقول. قال ان شاء الله الوليد، قال خلينا نسير هنا وين الزريبه هذه وين الشير هذا اللي ظلمه لي هناك. سار رئيس العصابه قدام الوليد هذا وراه، قال شوف الحمام هاي اللي فوق
حتى بيضتين انا بسرقهن. لازم تتعلم السرقه مثل ما انا بسرق البيض هذا من تحت الحمام، هايل البيضتين هم من تحت الحمامه من غير ما تحترك الحمامه من غير ما تحس. هذه شطاره السرقه. نشد شلبح الحرامي الزعيم وتشلبح وراه الوليد، نشد الزعيم حط يده تحت الحمامه، سوى شي حركه فوق وجه الحمامه وحط يديه وشل البيضتين وحطهم في ذبانه. نش الوليد هذا ولد الرئيس الاولي وشل البيضتين وحطهم في مخباه. نزلوا من على الشياره، قال شفتني انا كيف تعلمت كيف انا سرقت البيضتين من تحت الحمامه والحمامه ما تحركت ما كان شيء ينشل عنها. قال الحين شفتك وانت ما شاء الله عليك رقم واحد، لكن وين البيضتين؟ قال البيضتين كان هني، دور 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 ما لقاها. قال ف وين سانها؟ روحي شال لنا توني. قال هي نعم عمي انت شليت البيضتين، لكن هذا البيضتين فوق. قال غرب اللاتك وغرب اللات امك فوقك، انت انا اعلمك السرقه؟ ابوك انت تعلم بلاد، انت تعلم بلاد، انت بقدي اشد عن ابوك بمية ودي. لذلك اطلق عليه لص بصره. فتم من هاك الايام الوادم تضرب الوصوف في لص بصره مثل ما قلت لكم. يوم قال أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نطق القوافي، فلما قال قافية هجاني. فهذا يوم يقول لك صياد رايح اصطاد وصادوني، وهذه الأمور هاي قصة. فينضرب الوصف لص بصرة من شيفة الإنسان اللي معروف عن حرامي. حرامي نحن باللهجة المحلية نقول حرامي بطيرة، حرامي بطيرة هذا وين ما تشوفه لازم على رأس ريش، لازم ريشة في طرف دنيه في علبة في طرف كندورته، يعرفون أن هذا سراق طيور، ولذاك يقال عنه هذا حرامي بطيرة، يعني مميز ما فوقه فوق، هذا حرامي بطيرة يا سارق الديج على رأس كريش. يعني وصوف وايدة تقال عن الحرامي. فهذا الله يسلمك يقولون عنه لص بصرة لمنو، هذا أشد واحد في السرقة. وهذه بعد قصة القصيدة هذه بنخبركم عنها إن شاء الله في وقت لاحق، اللي هي قصة وايد جميلة. بعد هذه قصة وايد جميلة واقعية، هاي تونا قلناها نحن عن لص بصرة، هل هي من الخرافات هل هي من القصص الحقيقية الله أعلم. لكن إن السرقات وسرق اللوادم وبيع فلان وبيع علان، يسرقون من بلادهم يبيعون بلاد اللي من غير، وكم واحد استدل على خال وعم ويد ويد، يكون حد من شرق يلقطونه في غرب، كلكم تعرفون القصص هذه موجودة من سوة الدنيا، سرقة اللوادم وسرقة الحلال وسرقة القوافل وقطاع الطرق، هذا موجود في كل الدنيا العودة، والجرائم موجود والخير موجود والشر موجود، وأنا بكبري موجود. فضل دبي وين؟ هنا بعدين. نحن طالت عماركم كان عندنا اليوم موعد أو اجتماع غداء اليوم الساعة 2 الظهر في دبي، لكن سبحان الله يانا مسج البارحة وألغى الموعد هذا من الجماعة، يعني كان عندهم ارتباطات فلغى الموعد يعني تأجل إلى يوم الجمعة، والعلم عند الله بعد يوم الجمعة إذا ما صرت البر ولا البحر ترى بكون في دبي وبنجتمع. لكن إذا يعني يتني سيرة أنا عندي السيرة اللي فيها كشت، وهذا أهم حتى عن العمل. أنا بالنسبة لي أنا في هالعمر وهالسن أنا أفضل كشتة الأناسة أكثر على العمل، لأني الحمد لله وقت العمل اشتغلت وركضت ما خليت شيء ما سويت، وحين يا وقت الشراغة وقت الأناسة، فما أربط عمري بعمل ولا بعسب دخل ولا شياته. الحمد لله ما علي قاصر، والخير فوق وتحتي أنا، والله يرزقنا ويرزق المسلمين أجمعين. المهم يا طويل العمر انلغى الموعد هذا أولا. وحين صلاح جاي ومتلبس على أساس أننا نحب نسير ضربة اليوم، لكن هذا ما صار اليوم. فأتوقع صلاح أنت اليوم بتصير دبي ما عليك يوم، بس عندك أم مريم بيودي كدري ولك وبتغدى بتعجل من الله خير خدية، بتصير بيتكم خلوة خدية ند الشبا هي سلم عليهم العصر وتعب زين. بتغدى اليوم انت في دبي وبتتقهوى العصر في ند الشبا، بتغدى في الممزر وبتتقهوى تتفاول بيتقوم حياة محمد بن خديجة. ايوه احسن بتغدى عند بتتفاول عند خالو خديجة زين. وخلاف تركتي
مشكلة. أبى تصلي المغرب هناك بتي. إيه. زين. يجلس عند من العصر لين المغرب. إيه. أرمس سولف. مشكلة عندي. إيه. البارحة طارت عماركم يوم عدى العصر عزمت عقب ما صليت المغرب قبل ما صلي قبل الأذان المغرب بنص ساعة ساعة إلا ربع والحمد لله والله توكلت على الله مشيت مرقال وسرت العين سرت الحلاق عندي حلاق يمكن بقولك من التسعينات حلج عنده حلاق مصري بسيط وفنان يعني غير نمونة ويا غير من 15 سنة من 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 ذهب بيتي هذا ما تميت أسير له على التوحات يعني كل سنة سنتين أخطف عليه مرة أصبر عادة أصبر البارح عادة سرت عند الحلاق وتحلقت وسلمت عليه وخطفت البيت وعندك دور خطفت بعد على جماعة طيبين أحبهم فيهم ريح من ريحة هالفجيرة وتقهويت عندهم وتفاولت وهذا ولبقين الضوء في حويهم المهم استانسنا جلست تقريبا لين الساعة 10:30 والساعة 12:30 أنا في بيتي وحطيت راسي ورقدت ومشيت اليوم مثل ما شفتم الفجر شبعان رقاد ومعير من الخير وسولفت ورمست وعدينا سوالف ويوني ضيوف الصبح وعسبتي كان اليوم شوي متقطع العلم عند الله أنا في خاطري اليوم أظهر أسير لكوفي ولا مطعم ولا شيء ما بمطعم كوفي كافيه ولا أحملها كافيهات ليدان تبي تودي وياك دبي؟ شو بتودي هدية ولا؟ شو بتودي هدية؟ دبي يوم بسير. إيه. شو تبي تودي؟ دهن. دهن وبعد؟ بصال. بصالة؟ هذا. شو؟ بزار. إيه. دهن وبزار. إيه. وبعد؟ بس. دبي يبو من هالهدايا وأنت تبي تودي لها هدايا؟ إيه. حول قوة. والله يا جماعة الخير هي مكان. لأن عجب العجاب من ديكوراته استعيبت أني أنا موجود في هالبلاد ولا أعرف أنا أي معلومة مكان جميل وفخم وياخذ العقل فوق عن الزين ويازلي وعيبني سبحان الله موقع مرة مشاهد البحر دورين مكانين في الخلف وفي الأمام مكان في منتهى الروعة جميل جميل إلى أبعد الحدود سبحان الله يعني المشكلة إني أنا ما شفت هالمكان وكل يوم أتخطرف عليه شرق غرب ساير ياي كيف أنا هذا ما لفت انتباهي هلو شوفوا قمة في الروعة ما شاء الله وهذه ما شاء الله كلها مشاريع شباب هبل الفلة هذه ويمكن أظني حوالي 10-15 فلة من غير 10-15 فلة بعد من غير وانت ظاهر على اليمين وعلى اليسار ما شاء الله تبارك الرحمن اللي بقولكم حوالي 20-30 فلة كلهن انهن نمط وانت ساير تحت البناية هاي كلها على ما تفون مواقع جميلة ومرة مشاهد البحر سبحان الله أنا والله يا أبوك ما عرفت عن هالأماكن لحين اليوم أول مرة جاي خاطف ويوم شفت هالفلة قلت ليش ما أنزل أطالع لأنه ما شاء الله منظر يعني يشرح الخاطر وكلها مشاريع شباب تبارك الرحمن شبابنا فنانين ذويقة وهالذوق رفيع سارة ويوم يا أبو أحسن ما في العالم كودوا في هالدار طالت أعماركم لفة استكشافية أيها المساء أي البقعة هاي أنا ما أخلي بقعة عرعر الدنيا هذه كلها المساء غير في النهار جليل ما أظهر تحيدون أي البيت محتوى وصلاح وأنا وعندك ودونك هذه اللي تشوفون هالبنايات كلها تحت أغلبها مطاعم وكافيهات مطعم جميل وكافيهات هاك لين آخر الدنيا هاي بي 1000 مطعم و1000 كافيه وكل واحد أخير عن الثاني وجميلات بس بغيت أخبرك مع المعلومة أدري الناس كلها تعرف وأدري الناس بيقولوا والله من حشي خصم تخبرنا يعني. أنا أحب رمسة عادية يعني أنا ما بلازم أتكلم في سياسة ولا أتكلم في نفاق ولا دجل ولا أتكلم في شيء ما لي خص فيه أخبر معلومة عامة عارف مكان عيبني زين وفنان ولازم أخبر عنه ليش لا شو المشكلة يعني ليش ما فيها أي شيء مكان جميل ويسوى ويرزق أنك تعناله المكان جميل وفنان
وربعنا اللي يجون من دبي ومن الشارج ومن الامارات اللي مغير من جليل اللي عارف المكان هذا. فها مكان جميل طويل عريض يعني يبالي ما ادري كم كيلو ساير من الطرف هذا والطرف هذا. مكان جميل في منتهى الروعه في هالمارينا، وفي المطاعم وفي الكافيهات، عشرات بل مئات من المطاعم والكافيهات في هالمواقع الجميله. هم الاماكن اللي انا انصح بها كل اللي يجون ابو ظبي يتمشون في هالاماكن. ممشى ما بسياره، توجه سيارتك باركنات هناك شلن عشرات الالاف من السيارات، شيء تحت الارض وشيء فوق الارض، وتوجه سيارتك وهاي الدنيا كلها مطاعم وكافيهات وما ادري شو 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 اقولكم. ومن عقب المغرب ابوي ما تروم تمشي من الوادم في هالجو الجميل. في النهار انا اول مره هي جاي من سنين يعني، لكن من عقب ما جديد. المهم بغيت اخبركم عن هالمعلومه، واللي يبي ياخذ بها خذ بها، واللي ما يبي ياخذ بها عليها رب حافظ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، هذا خالد بن احمد بن عبد الله الخالدي يوجه لكم التحيه من هالمكان المميز الجميل اللي غني قليل اللي غني قليل. انا طالت اعماركم في مارينا البطين، مثل ما خبرتكم قبل شوية عن الموقع، والحين طالت عماركم أخبركم بعد عن خبر جميل. دبي طالت عماركم، من استوينا وخرجنا نحن وغيرنا، هبلنا نحن وغيرنا وآلاف منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، لكن لين اليوم ولين بكرة دبي مركز العطور. الأول وين ساير؟ ساير أجيب عطر. وين جاي؟ ساير جاي من دبي جاي بعطر. شو هناك؟ دبي طالت عماركم من خلجة الدنيا، وهي مركز العطور، موقع العطور، مصدر العطور، وين البيع والمشترى وتجارة العطور كلها وين؟ في دبي، ما بشرق ولا غرب. بلاد فيها عطر وفيها روايح زينة وفيها خناين زين، لكن المصدر الرئيسي اللي نيابة منه مصدرين للعطورات في العالم، العطورات من فرنسية ومن عربية. ما اطريلكم اللي الحين استوى والبارح، لا، الاصل المصدر الرئيسي للعطور والبخور الدخنات والعود والاجناس والشيء الطيب في وين؟ هذا كله في دبي، ما قالوا شرق ولا غرب. هذه معلومه يعني الناس منتهين منها وتعرفها، ما يحتاج لا يختلف في هذا الموضوع اثنان، هذا خط على ما قالوا الاوليين تقراه الياعده. 23 لين 29 ست أيام بلياليهن ليل بنهار دبي تفوتخ من العطورات، يعني رد الوقت الأولي تفوتيخة دبي الأولية بعطورات، بعلمها بخبرها، بريحة النرجسية، بريحة الفل، ريحة الورد، ريحة دهن العود، ريحة الطايفي، ريحة الاسطنبولي، ريحة البلغاري، كلها بويت عطر، عرق الحنة وعرق وريحة وروح العنبر وهالعطورات اللي اندمجت، والعطورات الفرنسية بجميع أنواعها بالخلطات الخاصة من دول مجلس التعاون، من تجارهم وهواة وعشاق للعطر كلهم بيتجمعون في معرض واحد. في هالأسبوع طالت عماركم السبعة الأيام اللي خبرتكم عنهن، بتي شركات عالمية وأوروبية وخليجية وإماراتية، هذا كله بيجتمعون كلهم تحت سقف واحد، تحت سقف واحد. دبي تفوح عطرا. وش تدرون أكثر عن دبي؟ شيء تدرون أكثر عن دبي؟ اللي حصلت دبي، دبي أبوكم ريح بسيطة تفوتخ فيها، ما بالك مجتمع كل الشركات اللي في الدنيا العودة هاي كلها تحت سقف واحد. وفي وين؟ في دبي، ما بشرق ولا غرب، دبي ملتقى الأنظار، دبي بدون مهرجان، بدون داعي، بدون شيء، ما شاء الله غادي خلية نحل، ما بالك انت حين جايب لهم معرض عطورات عالمي. كل هالشركات طالت عماركم اللي جاية، كبيرة من الشركات، كل هالشركات اللي جاية جايبة وياها منتجات، جايبة وياها أفكار، جايبة وياها نماذج، جايبة وياها سنابل، جايبة وياها عينات، لأجل منو؟ لجل الهواة، لجل التجار، لجل اللي يبي يبيع، اللي يبي يشتري، اللي يبي ياخذ وكالة من هالوكالات، اللي يبي ياخذ
ويتبنى وكالة. هالوادم حلي تشوفونهن وكالة السيارة الفلانية، وكالة الشركة الفلانية، والمكاين الفلانية، والعقار الفلاني، والنوع من الرخام الفلاني، والنوع من الجوهرات الفلانية، والنوع من السوع الفلاني. هذا كل ابتدى ترى بمعرض ويا الفلان، وشافوا يازل وتم يتاجر فيه ونما وكبره وسوى البراند كبير وسوى المحل وشوروم ولا لا لا، واستوى التاجر مال الوالة الفلاني ولا التاجر مال ما ادري شو الفلاني. بد بالله عليك هذا ضرب الله. زين المعرض طالت اعماركم هذا اولا باشراف دائرة السياحة وضمن مهرجان دبي للتسوق العالمي. هذا المهرجان اللي يستوي من حول للحول اللي الوادم كلها تغني له بالاشواق. وهذا المعرض طالت اعماركم، انا حينه بحط لكم كيفية التواصل وياهم، واللي يبي يستفسر يبي مكان يبي موقع يبي يدلوين مكانه لحد يسألني، لأني أنا بحط العنوان. واللي يبي أي معلومات أو أي استفسار ما عليه إلا أنه يدخل في الموقع هذا ولا يكلمهم ويتراسل وياهم، وبيخبرونك عن البنت وبنت البنت، بيعلمونك كيف ينام الحدب، العلوم كلها اللي ما حد يعرف. اتصلوا بهم بيخبرونكم كل كبير وصغير، عندهم علوم الدنيا. حتى اللي تبون تعرفون المضرب هذا متى صمم ومنو صممه شو من مصنوع المضرب هذا، كل هذا بيخبروكم عنه. هذا الموقع وهذا رقمهم ودقوا لهم. سالم بن يمعة الروم المهيري، شاعر ومحب الجميرة دبي وراكة كل حكومة وشعبا. الله أكبر. نحن نشتغل في الإيلول خباط قرفة مالج لا تبادش يا نفسي وتشتهين. اي لا والله يا نفسي وتشتهين. لا تنقل وثامي ولا تشمت كل حسات، ازداد في حبك خرامي يا ابو يدين لنحدر لنا. يا ويل من ضرب السهامي ولا خطي حبات لفات، قفة وعني باهتزامي وادعاب جاشي نار حداد. ارحم بحالي يا مدامي مالك بشتلي صلح ومراد، بروف لا تنقل وثامي ولا تشمت كل حسات. ما بين الحداثة والموروث، نبي نرويكم ما بين الموروث والحاضر اللي هو المتجدد دائما. نحط طالة عماركم اليوم في الورشة، ورشة الأستاد العود، عبارة رتبة بروفيسور يستعان في جميع دول العالم، أستاد في خدمة المحامل وفي الإشارة وفي التخطيط للسفن الخشب الأوليات بجميع أحجامهن وأنواعهن. طالة عماركم أنا اليوم في ورشة حياة سيف بلقيزي الفلاسي، وفي ضيافة ولده عبد الرحمن سيف بلقيزي الفلاسي. أنا عشقتها من عشق الوالد لها، إحنا عرفنا بها قوم بلقيزي، الوالد الله يرحمه اشتهر بها، ذكرني بأبوي الله يرحمه، أهمية نقلها للجيل الثاني، أشياء عدة أبو محمد ما تقدر أنت اليوم تتركها وراك وتركض. أنا أشوف أكثر من أنها تكون شغف بالنسبة لك، لأن أنت ما بتكون تحاتي نفسك بس، كنت تحاتي وطن، تحاتي ثقافة، تحاتي جيل ثاني بي، واحد منهم ممكن يكون سيف بلقيزي ثاني يكمل الشغلة هذه وينقلها. والتاريخ أبو محمد غالي، التراث غالي، مثل ما قال الشيخ زايد الله يغفر ويرحمه، اللي ماله أول ماله ثاني، اللي ماله ماضي ماله حاضر. لازلنا طالة عماركم ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق. هالمهرجان لضام الأولي والتالي ضام العرب كلها، يا ينكم أبوي البلام بشدة وعدة، خلق الله ما خلق وياه. أجل ينفذ لكم مسرحية يسمونها مسرحية الحرب العالمية السادسة ضمن مهرجان التسوق. هذا كله ضمن مهرجان التسوق، أخبار اليوم هذه كلها ضمن مهرجان التسوق.
يا غير العنوة هذه متعني هو ربعه وصدقانه لجل إسعادكم في الأيام الطيبة، لجل يمع، لجل الصداقة، لجل الأناس، لجل الضحك، لجل لادمي يفري عن خاطره ينفس عن المسرحيات، ترى متنفس تمثيليات القصص الجميلة الروايات المسرحية هذه كلها متنفس للناس. كيف الواحد يقصر دوب إلا بهذه وامثالها. تاريخ 13 و14 من هالشهر بيكون ويكند، شلها وياك وسيروا، ما تحاشرت انك ما توديني ولا تيبني ولا وده كرسي تفيزر انت وياها، ودروا التليفونات بدل انت ما تبربر تنفخ لها راسة وهي تبربر تنفخ لكم راسكم، تنفخ لك راسك البلة ساد عن الأولي والتالي هو وليه وياه بيعدون هاي السؤال في الفنان وخفة الطينة وعندك ودونك بتتقزرون ساعتين ثلاث يخطرون جنه لمح البصر، ويوم ما بيت النساء بتضحك الحرمة وانت بتضحك وعندك ودونك، ما بوي حتى اللي ما بمعرس ايش الاخته ايش العمتي ايش الخالته ايش اللمة اللي اقرب لها على الأولي والتالي، ايش المشكلة يعني ايش اللي يعني مكان فيه تجمع فنان والعرب كلها الناس جايين من اخر الدنيا شيء حجوزات من آخر الديام الحين ما شاء الله عيالنا هو عسب إنه يعني ما يحس بالخسائر. أقطع التذكرة وحطي أبوية قدام الأمر الواقع هذا، وها هذه التذاكر بهنتين هن أنا وأنت نصير روحنا ما نبى حد ويانا راسي براسك، سوي له مفاجأة هو يعني من الشغلة إيه والله بينبسط ما يسوي فون عندك في وين في مركز دبي التجاري العالمي قاعة عشان مسرحية جميلة فنانين يجلسون وأكل وشرب والدنيا مطاعم وكافيهات ويعني ويكند وباتوا هناك مرة عمرتين شو يعني بيستوي عليكم الحمد لله بيكون ظاهر المعاش يا ودي حين ترى من ظهر المعاش ترى ما أدري إن المسرحية في النص من الشهر لكانت هي حولي من حين يا ودي شيء من اليوم لين باتر كم من يوم بتجمع كم من ربي منها أبو يحيي وحاي وبيع مسابيح هي سهرة وهي مسرحية. مساكم الله بالخير جمهورنا الغالي جمهور الإمارات، انتظرونا في تاريخ 13 و14 يناير مسرحية الحرب العالمية السادسة. أولاً إحنا مو تسميانين، إحنا الآن قاعد نسوي شخصيات لمسرحية الحرب العالمية السادسة. راح تلعبون وين محمد؟ بالإمارات إن شاء الله. إن شاء الله تنورونا وتشرفونا حياكم الله. تاريخ 13 و14 نورونا. حياكم الله. حياكم الله ونشوفكم هنا. هذا اليوم طلعت عماركم بنرويكم طريقة الشوي، ما بمشواي شوي، فرق بين الشوي والمشواي. هذا اللحم مرة بدمنا بنحط عليه طلعت عماركم كركم وملح، هاي الطريقة نخلط زين ما زين. لازم نفرك فراك اللحم يندبغ دباغ بالكركم والملح ويتخلى بهالطريقة لمدة مش أقل عن ساعة أو ساعة ونص أو ساعة قاصر زايد شيء بسيط، المهم بين الساعتين والنص ساعة، مش أقل عن نص ساعة ومش أكثر عن ساعتين. هذا يتواسى اللحم بهالطريقة كامل. هذا حين سنوث، يليلان، ملح، كركمة، فلفل حمر، فلفل أسود، ثوم، دهنة الخالدي، صبار اللي هو تمر. هذا السنوت واليليلان يتهنهن ويترضرب ما ينطحن طحان لا بهالطريقة، وكذلك السنوت السنوتي اليليلان هذا صريح. هذه المكونات حاضر منكم يعلم الغايب. وهذا اللحم من يندبق من الملح يتخلى في مشخلة، ما يتخلى في لقن، يتخلى في مشخلة. ليه حطيته في لقن؟ عبارة أن الصلارة يتم لمكانه كأنك يا أبو زيد ما غزيت. لازم هاي الطريقة، لازم ما بنملاصق الطاسة، لا لازم نحط كود يتكود ويخلى المدة على الأقل مثل ما قلت لكم بين ساعة وبين نص ساعة وساعتين. كل ما صارت الذبيحة كل ما قل الوقت يندبغ دباغ بهالطريقة. بس وخلاص ما يملحونه الملح هذا، بس حطنا أسنبل للي ما يحط الملح زيادة، لكن خلاص الحين اللحمة تستملح تاخذ كفاية تم الملح. هذا ينقصل يمكن 20 مرة لين ترد للحمة مثل ربنا كما خلقتنا. بعد مرور أكثر عن ساعة 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 ونصها شوف الصلاة، هذا هو
زنخت اللحم وسهجته، لو حتى عربي، لو حتى نظيف، لو حتى رقم واحد، لازم من الملح والكركم حق يظهر أي شيء فيه يطيح. يلا يلا غسيل غسيل. يغسل هناك بعد مرور ساعة ساعة ونص ليغسل اللحم. الحين تحط المكونات اللي هو كزبرة وبغدونس نص فنجان وفنجان، الكركم نص خاشوقة نص خاشوقة، ويا الفلفل الحمر، الثوم راسين من الكبار، الفلفل الأسود، وهذه دهنة الخالدي لا بد ولا عذر منها، هذا من أهم المكونات. والصبار، الصبار اللي هو تمر هندي حامض، ما بالحلو بالحامض، ملح ما يحتاج تحط ملحه كان ريحه، لأن اللحمة روحها مستملحة، وفنيال واحد ماء، فنيال واحد غير ماشي. تخلط هذه الخلطة زين ماشي، وضروري الكزبرة هذه والسنون ما يطحنونه طحان، لا يخلونه هالنمونة، لازم حد ما يروش. وهذه الطريقة حمت قال الحين قادي أبدأ نضيف رقم واحد، ينفرك هالمكونات زين ما زين، غطينا وضحك ويتلاقي في جدر في طاسة روح منقير، قطع ورا الثاني قطع ورا الثاني قطع ورا الثاني، وانت ساعد إن كانت ذبيحة ولا نص ذبيحة ولا ثلاث ولا عشر، لحمة حوار لحمة خروف اللي هو هذا اللحم طالت عماركم، لحمة عربية رقم واحد على بطنها وظهرها، هذه طالت عماركم كويس عربي من مزارع أوريكس اللي في الخزنة، دوم نحن نتعامل وياهم، لحمة العيولة والخرفان والتيوس وكل ذباحنا نحن ما نأخذ إلا من عندها. هاي طريقتنا مزرعة أوريكس، لحم طيب رقم واحد عربي على بطن وظهره، انت على حسب رغبك شو تبى، ذبيحة عود تبى ذبيحة صغيرة، يوصلوا لك اياها لين ويه الباب، القطاع اللي انت تباه كان عيل والحوار والخروف واللتيس اللي تباه. الحين هاي طريقتنا، وحين يتخلى المدة على الاقل ساعة وعقب انا ذبيكم ونكمل الطريقة. هذه هي الطريقة، طالت عماركم زور النخال نقبض لنا يريتين ونحسر عنها ان طارت عماركم الخوص ونقطعهم بالتساوي، لازم تغدي للحمى ما توصل الوعاء هذا اللي هو الصينية هذه، وعقب نصف طارت عماركم بعد عليها من غير خوص مغسل ومحبوب زين ما زين مروح. هالطريقة ما نحط اي شيء ثاني ولا قطرة ماء ولا قطرة ماء. يلا يلا حط، لازم يغسل زين ما زين عن التراب عن الغبار وعن الرش. هاي الطريقة طالت عماركم الخلطة مرة ثانية، نفركها للحمى زين ما زين بالمكونات، لازم يكون تندبق ويا المكوناتها مش أقل عن 45 دقيقة إلى نص ساعة عند الرمد، كل ما طول الوقت الخلطة تتشبع من البهارات هذه اللي في الخلطة اللي احنا سويناها. الحين ينصف طالت عماركم على الخوص بهالطريقة، ما ينحط أي شيء ثاني ولا قطرة ماء، نحطيت ماء غدم يغيق ولا يتشاهد، ما يتم منها ولا شيء، الخلطة كلها تتفرق زين ما زين وتنصف على اللحم بهالطريقة، ما ينحط ولا نقطة ماء، ضروري ما ينحط ولا نقطة ماء. كان تبون هذا شوي ما بمشواي، المشواي فوروا اللحم حطوه في الفرن وحمروا قالوا والله نحن نسوي المشواي، لا هذاك مشواي، هذا الشوي شوي على بطنه وظهره، ما يدخله ولا نقطة ماء، رطوبته هي اللي تنضي، وبلكم عين تنظر حتى العظم يغدي ناضي، أبدا العظم الكراع تروم تقرضه، تحط الورق الزبدة من فوق عشان ما يلحقها القرطاس الألمنيوم. يلا أهم شيء الحين الطريقة تلحيف اللحم، ترى المول كله على القرطاس الحين هذا الألمنيوم، إذا سكر زين ما زين ما يتنسخ تنضل الحمى، إذا يتنسخ لو 1% خلاص تراك ما بتتغدى، ضيوفك بيازمون بيغدى بتلز المطعم خلاف، لازم ما يظهر ولا نسبة ولا 1% من البخار، لأن اللي ينضيه البخار ما ينضيه الضوء، لا كثرة الضوء قلتها واحد، ضروري ضروري اللي يمضي البخار، اي خبق ولا اي نسق يتنسق منه متنك يا ابو زيد ما تزيد.
اللي يسألني العضال شو تسووا بهن مالات الحيران ومالات العيول ومال هذا كلهن ومال غنم ها كله طرف عمالهن نغسلهن ونخزنهن في الثلاجة قبل التغسيل ويوم نحتاج غسلناهن زي ما زين وطبخناهن لمدة دقيقة صبينا عليهن مرقناهن هذا حين اليوم بنستعملهن نجبس على المروق مالهن نسوي مجبوس أبيض على مرقة الكراعين أو سوب الكراعين مبمع خالي لا نسوي الكابسة المجبوس الفوق على الكراعين بس الماء مالك زيد زيد شوي حبيب زيد يلا الحين ما نحط عليه ولا شيء لأن خلاف بدنا نبيكم الطريقة الحين بس ماي خالي لين ينضى ساعتين ساعتين ونص كل ما أبضى كل ما زال طالع عمركم اللحم وزاهب ومقرطس لازم ما يتنسخ وهذا الضوء مرة طايحة والتنور يتوهي يلا شوي شوي حبيب سيدة ها لازم يكون هذا سيدة ما يكون حتى لا صخامة ولا شيء بعد بعد فرع بعد 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 ليه بس هاي طريقته تتخلى حين ساعتين وبعد الساعتين لكم عين تنظر ما يتسكر ويه الفرن لا يتخلى طلق طلق لازم يجيه الهواء عسب ما تموت الضوء بعد مرور ساعتين شوف ايش قايل انفصل الجيلاتين عن العظم بالمخ كلها شوف ايش قايل غدا الحين نظهر العظام نخلي بس المروق مع الجيلاتين والرتبه حق شو حق المجبوس الفوقه اللي بيتسوى للشوي اللي نحن مسوينه هاي فكره انا ماخذها من عند هالصلاله العظام مال كانها عيوله ولا هوش ولا حيران العظام مين عقل فلذلك نطلبها نحن يوم نطلب من مزرعه اوركس اللحم قلنا لهم العظام يمعوهن ونحن نباهن بهالطريقه بس منين بقى تشل المروق تعزل العظم تخليه والباقي تحطه تمرج به حق شو المكبوس هذا اول باقي ها هاي الحمسه حق شو حق اللي الفوقه هذا حق المكبوس هاي حق الشابسه الحين الشابسه اللي بينصب عليها مروق هالكراعين حط البصل بصل حق عليه ليه هذا بتنادى يلا 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 الحين شوي من يحمر البصل شبوا عليه مروق هذا كله شوفوا وليتكم لا تروحون لين اروحه ما بنحط بزار بس الا ني بني هذا كله ني بني مكونات اللي هذا ثوم الحين الضوء حامي وجليل الزيت شو السبب لجل المروق العظام كله زيت عباره كولاجين هاي هي الطبخة اللي فيها الدواء هذه هي الطبخة اللي فيها شوف هذا المروق شو العيش هدمة من الخارس لا ايه شيء متعوب عليه خدمة رم 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 اللي بيرم شوف العظم ها شل شفشفنا الكولاجين اللي عليه كامل ها وهذا المروق يطبخ يلا هذا حين شو بيكون طال عماركم هذا مروق المكبوس مروق الفوقه اللي حق الشو اللي حق الشوي هذا حين كل الفوائد اللي في العظام هاللي الناس تعقهن كلها بوي بتصير ويا شو ويا العيش بلي ابزار بس كلها نواشف اللي حطيناها رويناكم اياها خلاص الحين بنزيد شويه مروق ماء واذا بغى ماء واذا ما بغى ترى مروق هذا يسد لجل شيلتين عيش زيد شوي ماء محار بس خلاص هذا حين بنجب عليه طالك ونحاول نتقايس الملح الملح ترى بعد ما حطينا حين نحط الملح ونشب العيش عليه حطينا طالك عماركم الملح وهذا حين مروقنا زاهب اللي حق مجبوس الكراعين مجبوس العظام هذا هو كل كولاجين ريج ما حطينا لا بزار ولا شياته بس هالنمونة قحي فلفل أسود بكبارة وسنوت وذيلان وحلوة وفلفل أحمر بكبارة فلفل خضر وثوم وعلى هالحالة هذا حين بتشوفونه شو بيغادي أبوكم
ادوى يبري العليل على ينبه. احلى طبخه تقدرون تقولون عنها. ما حطينا بزار نباها النمونه مبحلق اوف. بعد مرور ساعتين بالضبط، ساعتين طفان ساعتين، احب نرويكم نهست والضوء بعدها تتوهق داخل وهي خفت الحروره، لكن بس باجي له هي. يلا 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 دق الحديد وهو حار. ارفع انت. ايوه ايوه روح روح. بسم الله بسم الله. هذا الحين اول بادي لازم هنمون الحديد. يلا افتح افتح. ما شاء الله تبارك الرحمن. افتح افتح القرطاس كامل كامل كامل. ايوه ايوه الحين عاد ندخل طالة عماركم فقط ليحمر. الحين هو احمر لكن نحن بيحمر شوي زياده. انا طماع نسبه للاحمرار اللحم، احبي غدي حمر ما يعيبني المبحلق. هذا رقم واحد، لكن نبي شويه الضلع والرقبه والكتف، اما الورش فاحمر. يا سلام طالت عمركم اللي احمر مره هذا نقرطسه. ها نلف الطرف مالي بس عسى ما يجي الواحد، والباجي باجي داخل. يلا 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 رد داخل بس خمس دقائق بالي بالعدد. ولكم عين تنظر، ولكم عين. خمس دقائق بالعدد بس. ثانك يو حفيظ. ولكم. بعد مرور 45 دقيقة من بعد التقرطيس، كل حبة على راسه ما بيايينك ميغيغ مياها. يا سلام يا سلام يا سلام ما شاء الله تبارك الرحمن. يلا 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 قرف قرف. اللي تشوفوني الصالق هاي الكولاجين، لو كولاجين 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 كولاجين، هذا يخلي الغزوز ويخلي اليم تتدفق في العروق. الدم الدم الكولاجين هذا يدفق الدم في العروق. شو ما زينه حصري جل. شو الطعم والريح جنان. هذا هو لو بتسوي شيء تسوي شيء بيض الوجه. ايه كوبي بيس من شرق ومن غرب، لا سوي شيء خصوصي. يلا هذه العلاقه العلاقه كامل كامل كامل. ايوه 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 هني. ها جلبها جلبها هني فوق كامل فوق تحت. الله الله الله. هذه ها علاقه الكولوجي علاقه. خيبه خيبه خيبه. يا سلام والله ولا قطره ماء. شوفوا يوم اقول لكم مول على تسكير. ها شوفوا. يلا 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 بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اسكت انت ياسين سجل. الله هذه الطبخه اللي يقول عليها رضوان من الله. وهاللحم طالت عماركم من مزرعه اوركس. هذا اللحوم اللي حليتينا كله من عندهم. وهذا طعمه وهذا طريقته وهذا. شوف افتح هذا افتح. شوفوا ايوه شوف العرق عرق اللحم وين يسطي تحت. هاي طريقتنا الحين. هذا اللي تشوفونه الطبخ اللي ماشي شراته في الدنيا العود. ايه بس هو يشمع الفخود شمعه ويعطينا احنا نخليه يطلع. الله يخليك شيء. لا لا خلي لي هذه ما بي ما بي ما بي عمي. شوف لا 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 بي هاي. شوف الحمى يا ربيها. ها تعالي عندي. شوف الرقبه هاي الرقبه والله حمي. والله ما ياكلها انا اللي من الصبح وانا واقفه في المتعب. يلا عادي. هذا طالت عماركم الاخ العزيز المرشد الزراعي، اكبر مرشد زراعي في الدنيا البيرق. اتصل بي اول ما دخل اول ما طلع سهير قال لي ابو محمد ما سامحك اذا انك انت السنه ما تزرع ملكه الليل. قلت له كم مزرعه ويموت؟ قال لي حطه في مكان ظله في القيط وفي الشتاء اظهره. قلت ان شاء الله. دورنا ملكه الليل فوق تحت جلبنا الدنيا. لقط كان على طول التليفون على طول الشبر ونسيت. يوم عد الباحي يقول لي ابو محمد انا قايل لك موصلك ليش ما اخذت. المهم اتصلنا في رجال بني شعب الله يحفظه اسمه خليفه راعي مشتل هناك في العين. قلنا له قال لي وصل انك انت وين؟ قلت له انا في البلاد شوي ترى افتح اللوكيشن وعرف اني انا في العين. قال لي وصل انك بغيت يوصل انك بضبي ولا يوصل انك بيتك في العين؟ قلت له خلاص انا في مكانك في العين. قلت ايش دار؟ قال لي شغلنا اللوكيشن. المهم ياب لي اياه. وصلنا البارحه طالت عماركم وياي ضويتهم وانا ضاوي من العين
واصبحنا الصبح ويبنا المركبات ويبنا التربة ويبنا كل شيء وسوينا هاي الخطة اللي تحيدونها ومزرناها انطلت عماركم في هاي الأصايص الكبار عندي من زمان الطايحات شيء فوق وشيء تحت مزرناهن وحطيناهن. هذه هي ملكة الليل، يقول لك اللي ما زرع ملكة الليل عن رمسة البيرق عاد هو حر. أخن ريح في الدنيا ورقها صغار وردها، لكن يقول لك توصل ريحة تمسير يومي تعطعط آخر الدنيا. بيخلوني يا رمسين هالصغاري الله. اليوم طلعت عماركم برد على النادي، برد على الجيم مثل ما كنت. الحين قاطع الجيم أنا تقريبا من شهرين كاملات، شهرين ما سرت الجيم، واليوم موعدي إن شاء الله الساعة 7 ويا الكابتن في الجيم، المشي والقنال وغير القنال، الجن الحديد وغير والقنال وغير القنال المشي إن شاء الله. واليوم عاد بالفنيات دل لون جديد أول مرة يحطون، ما كنت شفته هنا أول مرة أشوف اللون هذا عندنا في البيت. إيه هذا أبوي جايبن هنا جايات من ألمانيا، جايات من ألمانيا طالت عماركم. أنا بخبركم من وين، مجموعة حوالي 12 لون ما قد طاح منهن توهن يداد همات نقطة. عتيج محمد سالم بن راشود الرميثي المبهو هله جايبينهن للأهل، صندوق كم أكبر بي بقول لكم 20 وحدة 30 وحدة حرمت جايبتنهم للبيت حق الأهل. من وين؟ من ألمانيا. مليون نوع، مليون يعني أكثر عن 10 ألوان، كل ثلاث لون. ومزرع صندوق كم أكبر صبرت هاك اليوم أول ماين، وهذا هو اللي جايبنه من ألمانيا. وجميلات جميلات ألوان فريدة غريبة عجيبة ما شفتن، ما في شيء منهم في السوق هني. هذا لون غير لون خمري بعد، أول مرة أشوف اللون الخمري هذا. المراد عاد بس عليكم شوف العالم، كلنا أبوي يتمرن، كلنا يتمرن، كلنا يتمرن إلا نحن أبوي منقطعين، كلنا يتمرن إلا نحن منقطعين. ما شاء الله هذا ظهره تبارك، لا إله إلا الله، عيني عليك باردة ما شاء الله. هي والله يوم يقولون فلان في قوة العفاريت بهالبرد، هذه تغطت في الحوض وحد هناك بعد هذا تمرين خارجي. هي والله مرحبا بك يا هلا ويا هلا يا مسهلا جامع زين وحلا يا حبيب الله عطاك، انت ما مثلك بشر يا قمر 15 زاد همي والسهر من هواكم غلاك. اي رحمة الله عليك يا طلال مداح، رحمة الله عليه، رحمة سار وخلص ساحة أبوي تلقلق، الساحة أبوي تنقق فيها الغربان والبوم. هي والله من عقب الطلاء خلاص الله كريم، الله يخلي بعد هاي باجي محمد عبدو ما شاء الله الجم منفور لين عينه خلصوا عاد الحين هاي محمد. نعم تحياتي. هذا الكابتن طارت عماركم من شهرين ما شفناه، شهرين والله شهرين، والحين يوم ردينا نحن من مصر لأنه سافر هو سار المغرب عزة عنده ما أدري منو توفي، ويينا الحين عاد اليوم ها يينا الكابتن الفنان كابتن هاوريو. هذا كيف من شهرين ما يينا، من شهرين والله شهرين ما شفناه، أول مرة بحياتي جيت أتأخر. ليش؟ أشغال كابتن، هذا هالرجال ابن هذا من جنوب افريقيا ما شاء الله عليه مغلظه ايوه غليظ ما شاء الله عليه يا ابو شو ياكل غداه بعد ايات وعشاء سنام. المهم تعال ندل، المهم غبت عنك شهرين هذا برحمه شامسي، غبت عنكم شهرين. كل عام وانت بخير. وانت بخير 23 وانت بخير. نبغى وعد، وعد ان وزنك ينقص 10 كيلو ما شاء الله، لكن العالم ما شاء الله بعد الجيم كل شيء متطور فيك وتعدلت الاماكن ومتطور منو؟ انا صورت اول بادي ما شاء الله عليه. أقول لك شو سر التعلق هذا حقيقي الحمد لله سماي انرجي انرجي بلس سوين مكان يعطي طاقة للناس شكرا لك الاجتهاد
الاجتهاد المتواصل والحفاظ على المستوى العالي. خلى الجيم من اول ما اشتركنا فيه من 2-3 لين اليوم من اروع ما يصير ما شاء الله. كان وما زال ما شاء الله الجيم في منتهى الروعه، محافظ على مستواه وعلى وجود ونظافته والالات والمعدات كلها فنانه. شكرا جزيلا فاضل برحمه. ثانك يو فيري ماتش. اليوم يا ابو محمد كان موقف شهرين، اليوم اول حصه لازم يكون خفيف 8 تمارين تكرار زياده 15 تكرار ثلاث شهور. حاول نشتغل في ظهر كتاف وظهر. الجيم ما شاء الله تو خلص قبل شوي، الكابتن مهدي مرن تقريبا 20-30 نفر هناك يسمون جروب، خلص الحين هذاك الكلاس جروب كامل، والحين دار بعد هذاك يشوف اللي باغم. هذاك وين هو هناك؟ هذاك الحين الكابتن هو اللي يدربهم. هذا كلاس خاص بالكابتن. هذا كابتن شو اسمه الكابتن هذا؟ جوان. هذا جنوب افريقيا بعد؟ لا بريطاني. انجليزي هذاك. وهذا الشاب الفنان تو ركض 30 دقيقة والحين جاي يسوي بطن وما ادري شو. بس عاد الله يحفظه. شهرين ما تمرن ولا اي شيء، فكل العضلات كل تمارين راحت. الحين لازم اضغط عليه دائما بطن، كل تمرينين بس تسوي له بطن، كل تمرينين بطن عشان نضغط عليه. انا كنت كله اوزان 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 ما باي اوزان. سبحان الله من ودرت هالشهرين مره خقيت هاك التمرين كامل. اللياقة عندي لكن المد زين اوكي، يعني اني خسرت الكثير من العضل، لكن ان شاء الله ما على الله. انا انسان مجتهد، يوم اعزم على شيء ان شاء الله انه بيرد. وهذا هاي الكلاسات اللي بينتظم وايد زين التمرين هذا اللي بينتظم الكلاسات. الحق عليه سر هذا الحق بيبي. جولات 15 تكرار، لازم نخلي نرفع الصدر، لازم نشد عليه، نخلي الجسم يشد. لأنه جالي خيمة محمد بالنسبة للمتابعين الجداد اللي ما يعرفوني، أنا إنسان رياضي من 40 سنة أو 35 سنة لين اليوم.
اتمرن في الاسبوع 5 ايام، لكن الحين انقطعت عن التمرين من شهرين. الكلام هذا موجه لمنو؟ للي توهم مشتركين وياي، اللي تو تابعيني بايدي. انا رياضي الى ابعد الحدود، اي بلاد اسير، شرق ولا غرب، كل التمرينات وياي وين ما اسير. لكن من شهرين اول مره حياتي اقطع التمرين شهرين، كنت مضغوط نفسيا ومعنويا وشغليا. آخر تمرين رقم 9، ظهر علوي مع كتف ورا، بعدين عندنا بطن، وبعدين 20 دقيقة مشي. محمد قال لك يتمشى برا، نشوف. مساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور ريايين ضيوف الله يحافظهم من دوحة التميم من قطر، ويو على غفلة ما رمت في البيت، لكن هنا في مطعم معين في الجاليريا، مطعم جميل فنان، والجماعة بعد ما يحبون التصوير بس، وهذا الموضوع، هذا أمها وهذا أبوها، منظر جميل ومكان فنان على البحيرة الجميلة وفي هالمكان المميز. أنا مسعد خلاف، هذا طالت عماركم عشاننا اليوم، عشان مميز ولذيذ وفنان رقم واحد، لذ لي في الدنيا كلها فيه. لا صار ولا استوى، فنان وفوق على الفنان بعد. يا ابوك مشكلة ما واحد فيهم يبي يصور، ولا واحد فيهم يبي يصور. هاي سمعتوا بها بلوى الغافلي، هذه ما يطعين، حاطين على الصامت وعلى كل شيء.